هذا البرنامج بالتعاون مع كرييتيف هاب. ماما في الشغل. ماما انا رضوى حسين واحنا في تن فاميلي كلنا بنحب يتقال لنا كلام حلو، حد يشجعنا، حد يمدحنا، واكيد ولادنا زينا بالظبط. يعني نقول لهم انتوا شاطرين، انتوا حلوين، انتوا جامدين اخر حاجه. بس هو ايه الفرق بين التشجيع وبين المدح؟ معانا النهارده مها حمدي، مدربه تربيه ايجابيه معتمده، هتكلمنا عن الفرق بين التشجيع والمدح وايه اثرهم على الاطفال. ازيك يا مها؟ ازيك يا رضوى، عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله. مها، معظم الاهالي بيتصوروا ان انا اشجع ابني او بنتي وامدحهم هي حاجه واحده، وانه اكيد ده هيكون لي اثر ايجابي لان انا هقول له كلام كويس وهسمع، يعني ودنه هتسمع كلام حلو. انت بتقولي لي لا، التشجيع والمدح حاجتين مختلفين واثرهم كمان مختلف. بالظبط، فاهمين الفرق؟ بصي، احنا الاول بس علشان نبقى عارفين هو يعني احنا ليه مهتمين بالموضوع ده، احنا دايما كاهالي بنركز على المدى الطويل في التربيه، احنا ما بنبصش تحت رجلينا. تمام. المدح على المدى الطويل بيبقى له اثار سلبيه، بينما التشجيع على المدى الطويل بيبقى له اثار ايجابيه. ده عكس اللي قالوا لنا زمان. عكس اللي قالوا لنا زمان، يعني ان هو كده. وهقول لك ازاي. يعني بصي، بمثال بسيط، يعني لو احنا افترضنا يا رضوى ان انت دلوقتي بتمري بسلسله تحديات في حياتك. أوكي. تمام. وجات واحده صاحبتك قعدت معاكي وابتدت تقول لك يا رضوى انت جامده جدا، انت مفيش منك اتنين، انت خايفه من ايه؟ ده انت تعرفي تعدي ده بصباع رجلك الصغير، ده انت اشطر واحده في الدنيا. واو. ده انت فاكره ايام المدرسه، ده انت كنت دايما تطلعي الاولى. انت خايفه من ايه؟ ولا تقول لك يا رضوى ما تقلقيش انا واقفه جنبك، ولو احتجتي حاجه انا معاكي، وانا بحبك وعارفه انك هتقدري تعدي التحديات دي، انا عارفه ان انت عندك المقاومات وان انت سوشيال وان انت بتعرفي تتعاملي وعندك معلومات تقدري تفيدي بيها الناس. حسيتي مين فيهم اكتر اداكي دفعه؟ بصي، هما الاثنين بصدوني بصراحه. يعني الاولاني كان لطيف والدنيا سمعت كلام حلو، والتاني حلو برضو، بس الفرق انه الثانيه انا حسيت ان انا بجد اقدر، يعني حسيت ان انا اتحمست. تمام. ان انا عندي السكيلز او المهارات، شحننا طاقه. ايوه، خدنا شويه طاقه، باور كده، حسيت كده فعلا. تمام. الاولاني ده كان بيرضي غروري، كلام بيرضي غروري، كلام يعني كده في الهوا. فاحنا الاولاني اللي هو المدح بيمدح الشخص، بينما التشجيع بيمدح الفعل. هو ده الفرق الاساسي. دي نقطه حلوه مهمه دي. طيب. الفعل والشخص. بالزبط. المدح انا بشتغل على الشخص نفسه. زي ما قلت كلام بيمدح الشخص، بنفخه، يعني بنفخه. انت جامد، انت فظيع، انت منك اتنين. تمام. التشجيع بنشتغل على الفعل. بالظبط. اوكي. طيب، حاجه مهمه بقى كمان لازم نعرفها، ان الاهالي بيفتكروا التشجيع ان انا اقول لك يلا يلا، وانا كنت فاكره كده جدا، يلا بسرعه ومش عارفه ايه. اللي اكتشفته ان ده مش تشجيع. التشجيع هو ان انا بسيب لابني مساحه. اوكي. انه يجرب، فلما هيجرب هيعدي تحدي معين او هيغلط. لما هيغلط هنقعد مع بعض ونشوف هو ايه اللي حصل. تمام. ونبتدي نشوف ايه الحلول. من غير ما اعنفه طبعا. من غير ما اعنفه. ونبتدي نشوف ايه الحلول اللي تخلينا نعدي المشكله دي مع بعض. تمام. ده بيخلي الطفل عنده ثقه في نفسه مع الوقت، بيخلي عنده ثقه في قدراته. حاجه مهمه كمان، انا ما بقدرش ادي ابني ثقه، مش الكلام الحلو ولا هيديله ثقه. ولا اخد من حد ثقه، انا دي حاجه ما اقدرش اديها او اخدها من حد، دي حاجه بتبقى احساس داخلي. اوكي. تمام. فانا كل اللي بعمله ده ان انا بشتغل على احساس الطفل الداخلي انه يبقى قوي. فانت بتقولي ان الثقه دي هي بتتزرع بالتشجيع مش بالمدح، مش ان انا اقعد اقول له انت جامد، انت فظيع، انت ما حصلتش. بالظبط. وبتتزرع ازاي بالتشجيع؟ هو لما هيجرب وهيعرف يعدي تحديات كتير هيبتدي ياخد ثقه في نفسه. طب ادينا مثال. مثال، انا ابني السنه اللي فاتت كان في كي جي 1. ده مها بقى بجد. ايوه ده انا. ايوه. وكان ماسك القلم وبيحاول يكتب، وهو لسه ايديه ضعيفه ومش عارف يكتب، وانا داخله متحفزه. انا عايزاه يخلص الواجب وعايزاه يتعلم بسرعه. انا هنا ما سبتلوش مساحه، فابتدى يكتب، فبيكتب غلط، فابتديت ازعق العادي، ابتديت اتوتر فزعقت، فهو ابتدى يتوتر وابتدى يعيط. وانا ابتديت احس ان انا ام فاشله، وقعدت اعيط انا كمان على جنب. السيناريو معهود. السيناريو المعهود. يعني ابتديت افكر هو فين المشكله؟ المشكله ان انا ما اشتغلتش على المشكله. انا قعدت اشحنه بطاقه سلبيه وهو ما عرفش يعديها. وحاسس انه تحت ضغط. وحاسس انه تحت ضغط طول الوقت. فابتديت اعمل ايه؟ قلت له طب بص، انا هقول لك على حاجه، انا هغمض عيني وانت ابتدي اكتب، لما تخلص قول لي انا خلصت. هنا المساحه اللي بتتكلم. انا هنا سبت له مساحه انه يجرب. انا ابتديت اثق فيه، انا الاول انا بثق فيه. اديت له الثقه دي، انت خد ابتدي اكتب. تمام. وابتدي جرب انك تكتب كده وهنشوف الموضوع هيعمل ايه. حلو. خلص وقال لك يا ماما، خلص قال لي يا ماما فتحي عينك. فتحت إيه عيني، لقيته ابتديت ابص، فلقيت مثلا في حاجتين ثلاثه شبه الحاجه الصح. اوكي. ابتديت اقول له بص، دول شبه اللي فوق صح؟ يبقى دول كده معمولين صح. طب ودول ايه رايك؟
يقول لي لا دول مش شبهها، طب تعالى نمسحهم ونكتبهم تاني. فانت ركزتي على الحاجات الحلوه الاول، ركزتي على الحاجات الايجابيه. عملت فعل زي ما قلتي في الاول الافعال، انت عملت فعل كويس كتبت حلو، والوحش قلتي له عليه ايه؟ قلت له محتاجين نحسنه بقى، يلا تعالى نمسحه ونكتبه تاني عشان يبقى شبه اللي فوق. فهو ابتدى يتجاوب، ابتدى يتجاوب، اتعلم اولا، اتعلم واتعلم ان ده مش الشكل الصح، فابتدى يكتب الشكل الصح. تمام، وخد ثقه في نفسه، وانا وهو بقت علاقتنا احسن بكتير، ما بقاش وقت المذاكره وقت وحش وكئيب وخناقه يوميه. تمام، وعلاقتي انا وهو ما اتاثرتش، ودي اهم حاجه. طبعا. تمام. طيب لو افترضنا بقى بالعكس، معلش يا رضوى اوضح الموضوع ده، ان انا استخدمت الاسلوب العكس اللي هو التعنيف. تمام، زي ما قلنا ان هو ابتدى يفقد الثقه في نفسه، فالطفل بيعمل ايه بقى؟ يبتدي يتراجع، ويبتدي المشكله، اي مشكله بتقابلني مع الطفل مش هتتحسن، بالعكس هتسوء. تمام، واحيانا الطفل ممكن يبقى قراره ان هو يخبي عليا، وده اخطر بكتير. اوكي. تمام، طب احنا كده بينا التشجيع، انت شجعتي ازاي. تمام، المدح بقى. المدح يبان على المدى القصير ان هو شبه التشجيع، ممكن فعلا يخلي كمان الطفل يسلك هذا السلوك الحسن، يعني ان هو يعمل مثلا ايه، برافو عليك شاطر، فيبتدي يعمل الواجب، بس وقت قصير. والوقت بنتكلم على المدى القصير انه ده ممكن يعمل كده، وعلى فكره ممكن يعمل العكس، يخلي الطفل يبقى حاسس ان هو عشان ماما تقول له انت شاطر لازم يوصل لطموحاتها العاليه دي، فيقول لك لا مش عامل اصلا، هي جابت له احباط من قبل ما يبتدي. هي حاطه له تارجت عشان يبقى ولد جميل، التارجت ده فوق. تمام. طيب على المدى الطويل ده بقى بيعمل فينا ايه؟ ايه بقى؟ انا طول الوقت مستنيه ان رضوى تقول لي ان انا شاطره. لو رضوى ما قالتليش انا شاطره، اللي هو عايزه انول الرضا، يعني انول الرضا. لا، وعايزه كمان طول الوقت اسمع كلام تشجيع علشان احس ان انا كده كويسه. مدح بقى، مش كلام مدح. اللي هو كلام يعني اللي هو ان انا جميله وشاطره واموره. ولو ما حدش قال لي كده يجي لي احباط. فانا هنا ثقتي في نفسي او رايي في نفسي بمعنى صح مبنيه على راي الناس فيا، مش مبنيه على رايي انا في نفسي. اوكي، انا مش واثقه في قدراتي. لا، انا عايزه اسمع حد يقول لي انت جامد قوي علشان احس ان انا كده كويسه، وده ممكن يؤدي ان انا اصاب بالاحباط في اوقات كتيره جدا المفروض يكون عندي فيها ثقه في نفسي. ابقى محبط، اكون بعمل حاجه كويسه ومحبط عشان ما حدش مدحني. تمام، او ممكن ابقى شخص ما يسمى بالإمعة للاسف، اللي هو ببقى فولور، يعني انا بعمل كذا عشان انال استحسان الناس، انال استحسان رايهم. فبيبقاش انت بتقولي لي قبل التصوير اسمه ابروفل، ابروفل جانكيز. تمام، ان هو يبقى إمعة، لازم ينقاد، يعني بيبقى منقاد، هو بيسمع كلام اي حد، بينتظر ان حد يقول له عشان هو يرضي الناس فيعمل اي حاجه يطلبوها عشان ماما منه. تقول لي برافو هعملها اللي هي عايزاه، وعشان صاحبي يقول لي برافو هشرب معاه السيجاره دي. تمام، فابتدي ادخل ممكن اعمل سلوكيات غلط بس لمجرد ان انا بنال قبول الاخرين. تمام، اوكي. طيب انا دلوقتي كأم عايزه اعرف بقى، انا لو انا بقول ايه لبنتي سريعا كده، يعني تقولي لنا زي اشارات، انا لو قلت لبنتي او ابني حاجه هعرف ده مدح ولا تشجيع، افرق بينهم ازاي؟ بصي، بمنتهى البساطه هنسال نفسنا سؤالين. اول سؤال، هل الكلام اللي انا بقوله ده ينفع اقوله لواحد صاحبي؟ هل ينفع اقعد اقول لصاحبي انت جميل، انت اشطر واحد في الدنيا، انت اجمل واحد في الدنيا؟ كلام غريب بس في العادي زي ما احنا كنا بنتكلم، ان انا بتكلم عن الفعل مش بتكلم عن الشخص. فدي مؤشر مهم، انا بكلمه على انه شخص كبير مش انه طفل صغير. مش كلام مسبوب ليه هو يعني. تاني حاجه، ان انا بقوله هل الكلام اللي انا بقوله له ده بيلهمه بحاجه عن نفسه ولا بيلهمه بحاجه عن الاخرين؟ يعني هل انا ما بقوله انا فخوره بيك، انا اللي فخوره مش هو، مش مهم انت تبقى فخور، انا بمطر عليك فخر. تمام. ولا اقول انت لازم تكون فخور بنفسك، هو اللي عدى التحدي، ليه انا اللي فخوره؟ هو المفروض هو اللي يبقى فخور بنفسه. هو يبقى الاحساس ده جاي من جواه ان هو عرف يعدي تحدي قبله في حياته. اوكي، يبقى كله يعرف السؤالين دول يا جماعه، يمسك فيهم عشان هما دول اللي بيفرقوا بين المدح والتشجيع. ميرسي يا ماما جدا. ميرسي يا رضا. انا رضوى حسين، كنا في تان فاميلي، انتظرونا الحلقات الجايه على تان موجو فيسبوك وانستغرام. تان موجو 100% سمارت فون، من هاتفنا المحمول الى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.